رجعنا للمهرجان تيبيتار وناحيه سوس مسجد رعاه، فرحانين نجيو عند الناس ديال اكادير ويستقبلونا الفنانين الامازيغيين والفنانات الامازيغيات والجمهور الامازيغي وديال اكادير. توحشناهم وجينا نحتفلوا معاهم بواحد العرض اللي سميناه داكشي. الجوله بدات اولا نهار سجلنا وسجلنا في مراكش في شهر يوليو الصيف اللي فات، والالبوم ديال داكشي خرج في اخر شهر مارس. تنغيب تنغيب هذا بالنسبه ليا طبيعي وماشي حشومه، لان الواحد خاصو شويه يشوف اشنو واقع في الروح ديالو، اشنو واقع في الفن ديالو، يتساءل واحد شويه. والموسيقى تخصها واحد شويه ديال الوقت، هي الموسيقى تعبير وتعبر على اشنو عندنا في الروح وتعبر كذلك على التجارب اللي تنعيشوهم. فانا بالنسبه لي تقريبا نقول لك تيخرج الالبوم كل 3 سنين، عامين 3 سنين حتى ل 4 سنين الى طول بزاف. وبالنسبه لي هذا سي تان سيكل، يعني اللي يعني بالنسبه لي انا متوازن. علاش؟ لان تنخرجوا واحد الالبوم بعدا نديروا الجوله ديالو، فهذيك الجوله ديالو تنعيشوا، تناخذوا تجارب، تنتلاقاو مع فنانين اخرين، وتتكبر فينا افكار ثاني جديده باش غادي نكتبوا اغاني جداد. ما تنكتبش انا اغاني في 24 ساعه، تنكتب شويه ونخلي شويه ونعاود نتمعن فيهم. فبالنسبه ليا خاصنا نحترموا كذلك الوقت ونعطيو الوقت للموسيقى باش يكون عندها واحد القيمه، والوقت لينا كذلك باش نتوحشوا الناس، وحنا الناس حتى هما يتوحشونا. وزايد على هذا الشيء كذلك كاين واحد يعني ماديا ضروري اننا كاين هذا لو سيكل ديال تتصايب واحد الالبوم اللي تتطلب واحد الماده كثيره يعني فكريه وكذلك ديال النقود وديال زعما فوالا تكون واحد الانتاج كبير. ومن بعد ضروري اننا نديروا جوله باش نعيشوا حوايج اخرين. انا بالنسبه لنا كاينين ثلاثه الفترات، يعني الا جيت نلخص في الخدمه ديالي اللي هي تتكون العمل ديال الانتاج الفكري اللي تتصايب فيه الكلمات وتتصايب فيه التلحين، ومن بعد تيكون الانتاج ديال التسجيل الميكساج وتخرج الالبوم، ومن بعد تتكون الجوله. دونك هذا اللي تيفسر، يعني ما نقدروش نديروا الانتاج اليوم ونعاودوا نديروا الانتاج غدا. انا هذا بالنسبه ليا فوالا. فنعتقد الأغنية المغربية والإيقاعات المغربية والفن المغربي، فنون الموسيقية المغربية، غير ناس ما كانوش تعرفوهم في الخارج بزاف، ودابا حيت كاينين المنصات كتار ويعني الفنانين المغاربة تعرفوا بزاف في الخارج، وتبان لي من الطبيعي جدا أن الموسيقى المغربية تعجب أي واحد، لا في البلدان العربية ولا في البلدان خارج الوطن العربي. فيمكن هذا الوقت مزيان، هادشي اللي كاين. يعني انا دائما الموسيقى المغربيه تجيني زوينه، غير اليوم تنشرات اكثر، وهذا شي حاجه تفرح بزاف. وتنتمنى ما نحبسوش هنايا، مثلا الناس ما في العالم العربي ما تيفهموش حنايا الدارجه ديالنا، فالموسيقى هي تتخرج هذيك الدارجه وتحاول تعرفهم عليها. كذلك عندنا هذه واحد لوح المسؤوليه نقدروا نقولوا. فوالا الموسيقى تتلعب دور اللي تتعكس وشي ثقافه وتتعكس واحد الوجه ديال المغرب اللي الحمد لله ما يحتاجش غير الموسيقى باش يعجب ويكون محبوب في خارج يعني في العالم كامل، ولكن الموسيقى تتساعد في هذا الشيء بزاف، وهذا شيء طبيعي. عندنا الريتم زوين، عندنا النشاط، عندنا الريتم والايقاع في الدم، تكون موسيقي ولا ماشي موسيقي، كلنا تنشطوا، كلنا تنلعبوا بالبندير، كلنا تنضربوا الرش، وزعما فوالا دونك يعني المغرب وموسيقته محبوبين، ونتمنوا نكونوا ان شاء الله سفراء زوينين في العالم كامل الموسيقى المغربيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.